يمكن أن نتعرف على طريقة كيفية إيجاد القفل على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الشاشة الرئيسية، على شاشة القفل. وهنا سوف نقوم بإيجاد شاشة القفل على هاتفكم سامسونج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.